بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية في الأرض المقدسة، يعتبر حزيران من الناحية التقليدية شهر الرسامات الشمسية والكهنوتية. ففي 17 من حزيران تلقى 5 من الإكليريكيين الساليزيان من جماعة دون بوسكو في كنيسة الكرب في الجسمانية الرسامة الشمسية، ومنحوا بركة المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس المطران بيير باتيستا بيتسابالا. وجاء الشمامس الجدد من أماكن مختلفة للدراسة في المدينة المقدسة. من الرائع حقا المجيء إلى هنا وقراءة الإنجيل والاستماع إلى الوعظ من عدة كهنة، فقد استطعت أن ألمس الأرض المقدسة وأستنشق رائحتها، وكان لذلك أعظم الأثر علي. أعتقد أنها لبركة عظيمة ولا أعرف كيف أعبر عنها بالطريقة الصحيحة، لأنها نعمة يصعب شرحها. فقد جئت من ألبانيا للدراسة والعيش هنا لمدة 3 سنوات. هذه هدية عظيمة من الله. كان الاحتفال يعبر عن دعوة الشماس للخدمة في القداس وإعلان الإنجيل، وهو مناسبة خاصة أيضا لحضور عائلات والتحدث إلى شباب الأرض المقدسة. أريد أن أبعث برسالة إلى شباب الأرض المقدسة للعمل معنا، فنحن نحتاج هذه الأرض، ويجب أن نكون خدما مخلصين ليسوع المسيح. من أجل ذلك أدعوكم لتكونوا معنا. يرحب دير راتسبون في القدس بالساليزيان الشباب من مختلف الجنسيات لدراسة اللاهوت، وهو يستضيف حالياً 37 طالباً من 18 بلداً. وبعد التخرج يعود الدارسون إلى وطنهم ومعهم النعمة التي تلقوها. And also I would like to thank my community, my Ratisbon community. أود أن أشكر جماعتي من الكهنة وغيرهم من الإخوة الذين ساعدوني بطرق مختلفة، وأشكر كذلك الأبرشية التي أرسلتني لإتمام دراستي في الأرض المقدسة، وسوف أعود إلى بلدي سريلانكا حيث سأواصل دعوتي. أشعر أن دعوتي نمت بالتأكيد خلال السنوات الأربع الأخيرة، واليوم بدءا من الرسامة الشمسية أشعر وكأنني مركب مملوء بالبركات يمكنني أن أعود به إلى بورتوريكو، إلى جزر الأنتيل التي أتيت منها، وسوف أعمل مع الأولاد وأشاركهم البركة التي تلقيتها في السنوات الأربع الماضية. بالإضافة إلى القدس، يتواجد الساليزيان في الناصرة وبيت جمال قرب بيت لحم وفي وادي كريمزان، ومن بين أنشطتهم هناك توفير منزل للحجاج. وتلتزم المدارس والمعاهد ومراكز الشباب كأي بيت ساليزياني بالتفاني والمحبة من أجل الشباب.